عجبتني كثير فكرة إنه الواحد يلبس شو ما بده، والله هيك أريح يعني. منيح إنه هالشغلة بس لليوم، وإلا كنا كل يوم تأخرنا على المدرسة بسببك. لحظة استنوني شوي. أنتو بدكن تبيعوا اللابتوب؟ ما ضل عنا شي تاني نبيعه، لو في كنا بعناه. طيب مو أنت على أساس تاخد سلفة من مديرك بالشغل؟ تركت الشغل. والله أنت رح تفوت بجينيس للأرقام القياسية، ابن عمي أسرع شخص بيترك الشغل بالعالم. ماني ناقصك أوجان، لا تزيد علي هلأ. مو سوسن يلي لقيت لك هالشغل؟ شو صار؟ ما فهمت. إيه لقيت لي يا. إيه عن جد ضحكت كتير بوقتها. ما صار شي؟ لا لا ما صار ولا أي شي. أنتوا روحوا هلأ بجي. سوسن؟ يلا بشوفك. شوفك. مرحبا. انت مفكرة انك قدمتي لي معروف؟ ولا بدك تزليني بهذا الشغل؟ شو؟ ما فهمت. انا وافقت انك تدبري لي شغل، بس مو تقدمي لي صدقة. عمر انا والله ما في هيك شي، ومو قصدي مثل ما عم تفكر. ما في هيك شي وما كان قصدك، بس عملتيها خلص بعرف. وانت عم تدفعي لي راتبي كمان؟ الله يكتر خيرك. ما كان في داعي انك تزليني لهالدرجة. اصحك تعملي مثل هيك شي مرة تانية، فهمتي؟ Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.